هسه اليوم المسرحيات الموجودة بالمسارح العراقية نشوفها كلها يعني مودها واحد، هو الطابع الريفي، ماخذين الطابع الريفي، يعني البيئة الفقيرة، اللهجة يعني منحدرة نوعا ما، العياط، الصياح بصوت عالي، يعني ماكو مثلا ماكو مسرحية بها رسالة، رسالة اجتماعية، رسالة إنسانية، رسالة ثقافية، دعم للوطن، دعم للجيش، دعم للحشد. يعني شوفها المسرحيات كلها يعني شلون نقول مثلا مود المسلسل انت عرفت بها بيت الطين، نعم مو صحيح؟ ماكو يعني كل اللي يعني هسه انت حضرتك تكتب، نعم نفس المود تكتبون، يعني ما كتبتوا في شيء جديد، ما في شيء مختلف. هسه المسرحيه الجديده اللي حكيت عليها، نعم. مثلا تسميها ابن الغجر، نفس ابن الغجرية. ابن الغجريه نفس مود عرس الغجر، نفس مود عشق الغجر. ثامر شطري صراحه انت هواي اهتميت بالغجريه، يعني وهذا الموضوع انطرح اكثر من مره، وطالبت وناشدت معالي رئيس الوزراء عفوا وزير الداخليه السابق قاسم العرجي بأن يمنح الغجريين الجنسية العراقية والمنحوا، مو صحيح؟ والمنحوا. بس اليوم اكو هواي من الجمهور معارض على هذا الشيء ويسألون ليش خلى هذا الشيء بباله، ليه ثامر الشطري هذا الشيء زرع بباله، ليش بكل مسرحية يا قاسم العرج يعطيهم الجنسية لحد ما انطاهم الجنسية؟ هسه شريد من عنده مثلا يعطيهم جوازات مثلا، مو يعطيهم جوازات. لا لا القضية مو بهالشكل، شو بالك الغجرية؟ لا لا القضية مو بهالشكل هذا. هسه اليوم رجال الدين ما داعمين هذا المشروع، يعني اللي سواه ثامر الشطري بأن يعطي جنسية للغجرية، وثامر الشطري دعم. أول شيء أنا ما أعطيت الجنسية ولا عندي أي صلاحية لإعطاء جنسية. دعمت واحد، هاي واحد. دعمت وناشدت. اثنين ولا ناشدت، حتى أكون أمين وصريح، أنا ما ناشدت. السيد معالي وزير الداخلية، تحياتي إلى أخوي وصديقي واسم من أسماء العراق الكبيرة، الأستاذ والسيد قاسم العرجي، شاف مسرحية أرس الغجر بما فيها من دراما عالية، بما فيها من حكاية تمس المجتمع، تمس السياسة والاجتماع والسلطة وتمس الاقتصاد، كلها هاي موجودة بمسرحية أرس الغجر، وكان حريص أنه دائما يشوفها. يوم لا يوم هو اتصل بي شخصيا الرجل، وهسه يسمعنا احتمال، وتحياتي إله. زين اتصل بي شخصيا قال لي بشرهم الأصدقاء، كنت حتى طالع على المسرح، أنه اليوم كنا في مجلس الوزراء، هاي في دولة السيد العبادي، زين في مجلس الوزراء وقررنا أنه نمنح الجنسية من حب ما قدمته ومن ما قدمته من حالات عند الغجر مظلومية بشكل عالي وبطريقة تراجيدية عالية. منحوها للكل جنسية؟ طبعا للغجر والقرج، للغجر والقرج. زين حقوق المواطنة، حقوق المواطنة وما أعرف شنو، أكو تفصيلات أنا ما أعرفها. فأنا لا ناشدت ولا كذا، أنا لا ناشدت فناشدت من خلال. زين أنت شنو شفت منظومية الغجر والقرج؟ بعدين أرجع لسؤالك. بعدين أشقي الغجر على عرس الغجر تختلف اختلاف تام بالموضوع. بس الغجر موجودين. وشنو صاير؟ وهسه بالجديد أنا كاتب موضوعة كبيرة جدا، أنا فخور بيها، يعني تمس كل الحالات المجتمع اللي موجودة بيها، بس متناولها من خلال خطأ امرأة في يوم من الأيام، وإذا ابنها اللي يعني أخذ أبوها، أنا ما أريد أحرق الجو، أخذ أبوه راح بعالم آخر، وإذا بيصير تفصيلة معينة، وهاي الغجرية اللي هي الشيخة، وأكو أحداث هنا ندور في فلكها 100,000 صراع عندي ما لها علاقة.